حقيقة الاسم روايات عدة، مراحل تاريخية مختلفة شهدها مقام الإمام إسماعيل، حيث يعود البناء الأول إلى العصور اليونانية، والذي كان فيها مقام الإمام إسماعيل معبدا للإله زيوس، والذي تحول في العهد الروماني إلى معبد جوبيتر، ثم إلى كنيسة بعد انتشار المسيحية، ومسجد في العهد الإسلامي. نحن أمام مقام الإمام إسماعيل أو جامع الإمام إسماعيل كما يطلق عليه أهل المدينة. هو مؤلف حقيقة من مسجد يسمى مسجد ذو المحاريب السبعة، ومشهد أو ضريح الأئمة في الجهة الغربية من المسجد. طبعا مسجد ذو المحاريب السبعة أو جامع ذو المحاريب السبعة هو يشبه بسيرته الجامع الأموي في دمشق، إذ يعود لي بأساسيته إلى الفترة اليونانية كمعبد للإله زيوس، ومن ثم تحول في الفترة الرومانية إلى معبد لكبير الآلهة الرومان جوبيتر، ومع دخول الفترة الرومانية بالعصر المسيحي أو العصر البيزنطي تحول إلى كنيسة كبرى كان لها أن تكون مركز أبرشية يتبع لها الحقيقة في سلمية، كانت مركز أبرشية يتبع لها ما ينوف عن 70 كنيسة متناثرة في المنطقة الشرقية والشمالية، ويقال أنها حتى تمتد إلى منطقة الرصافي وطرابلس الشام. إذن كانت سلمية في العصر المسيحي هي عبارة عن مركز أبرشية كبرى. مع دخول العرب المسلمين إلى بلاد الشام تم تحويل هذه الكنيسة قياسا كما يتم عادة إلى جامع أو مسجد، وتم بناء هذا المسجد حقيقة بشكله الطبيعي في بداية العصر العباسي عندما جاء عبد الله بن صالح العباسي لإعادة بناء سلمية. هذه الحجارة والعمارة التي تميز بها هذا المكان شاهد على حضارة تعاقبت على هذه الأرض الطيبة. مقام الإمام إسماعيل هو عبارة عن بناء مربع كتلته الخارجية أبعادها 20 متر ضرب 20، ومن الداخل عبارة عن ساحة مربعة تعلوها قبة محمولة على أربع مناطق انتقال عبارة عن مثلثات كروية مغشات ب 7 طبقات أو حطات من المحاريب التزيينية، ومن ثم رقبة القبة التي مؤلفة من 12 ضلع ومغشات ب 12 نافذة مزينة بالزخارف الجصية والزجاج المعشق، ومن ثم تعلوها القبة، هذه القبة الجميلة التي كانت مطلية بماء الذهب كما يقال أو بلون ذهبي، كانت ترى من مسافة عشرات الكيلومترات لتعطي لهذه المدينة أهمية كبرى. جذور هذه الأرض ضاربة في القدم والعراقة، ولا تزال حجارتها وآثارها شاهدة على حضارات تحكي قصص الأرض والإنسان. للأخبارية السورية محي الدين فهد.